دلوقتي بعد ما عملنا انستول للبرنامج البلاجاريزم تشيكر، هنيجي دلوقتي نطبق النصائح، مجموعة من النصائح للحد من البلاجاريزم. أول حاجة، دايما حاول تعمل فيرجنز من الرسالة، بأنك تاخد كوبي كده كوبي وتعمل بيست، دي كانت فيرجن 3 دلوقتي تبقى فيرجن 4، وبعد شوية تشتغل على فيرجن 4، وبعد شوية عملت شوية تعديلات تبقى تاخد برضو كوبي وتشتغل على الفيرجن الأخير، وهكذا بحيث تقدر ترجع للتعديلات الايه لو في تعديلات اتعملت وعاوز ترجع لنسخة سابقة. في مجموعة من الفيديوهات اللي هتتسجل إن شاء الله، هتبقى هنتكلم عن موقع جيت هاب أو وبرامج ومواقع أخرى خاصة بالسبفيرجنينج، اللي هو ازاي اعمل فيرجن من الشغل وارجع لكل فيرجن وكده، بس دي مجموعة فيديوهات مستقلة هيعلن عنها تباعا. خلينا دلوقتي لو شغالين في النسخة دي وفتحنا شابتر 1 مثلا في الرسالة، وبعدين هاخد باراجراف باراجراف، خلينا ناخد باراجراف باراجراف، او ممكن ناخد جزء كبير، بس خلينا ناخد جملة جملة مثلا ونحطها في برنامج البلاجاريزم. البرنامج فكرته ان هو في قائمة ستارت وريزلت، بنحط في ستارت الباراجراف اللي احنا عاوزين نشتغل عليه، والريزلت بتطلع في الجزء ده.